السلام عليكم وطاب يومكم وأسعدكم في حياتكم. بلا شك كتذكروا ديك القس الأمريكي أي رجل الدين المسيحي اللي سميته آرثر بيرولز، كان قس في كنيسة سان فرانسيسكو في بداية التسعينات القرن الماضي، دابا في عمره تقريبا شي 82 عام، وكان تورط في الاعتداء الجنسي على بزاف الأطفال، وقبضته الشرطة المغربية في طنجة وسلمته نظيرتها الأمريكانية. فهاد الفيديو غادي نمشو في المشكل ديال رجل الدين المسيحي وكيفاش تعاملت مع السلطات الأمريكانية وعقبته الاعتداء على الأطفال الصغار. ما تصورش العقوبة اللي اعطاوه واللي غادي يدوزها في الحبس وخا عمره كبير، وربما ما بقاتش المدة اللي محكوم بها في عمره. العقاب كيشفي الغليل بحق. هاد القس من اللي عرف أن البوليس ديال الميريكان كيقلبوا عليه هرب وجا المغرب، وبقى 25 عام هو مخبي حتى حد ما عرفو فين، حتى لهادي شي عامين من اللي رجع الاسم ديالو يتداول على الألسن، من اللي رفع واحد الضحية ديالو دعوة قضائية ضده لتتقاطر الشكايات في المواجهة ديالو. تباعا الشكايات اللي تقدمت ضد آرثر بيرولز جعلت السلطات في ميريكان كتصدر واحد مذكرة بحث دولية في حقه قبل ما تكتشف باللي كيعيش في مدينة طنجة عروس الشمال، وكيدرس في المعهد الأمريكي للغات، كان عايش حياته بحال الا ما داير والو قبل ما يشدوه البوليس المغرب. في عام 2017 تشد هذا القس وتسلم العناصر FBI الأمريكية اللي داتو الميريكان باش يتحاكم على الأفعال الشنيعة اللي ارتكب في حق أطفال أبرياء شكوا به للمحكمة. هذه المحكمة اللي اعطته عقوبة في نظري هي الأنجع لردع مثل السلوكات الشاذة والاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال. 30 عام الحبس هي العقوبة اللي تدان بها هذا القس الكاثوليكي، وهو الإشارة كولونيل سابق في سلاح الجو الأمريكي. المحكمة اللي دانته هي محكمة البوكيرك الاتحادية، والقاضية اللي حكمت عليه هي القاضية مارثا فاسكياز، والتهمة اعتداء الجنسي على أطفال الكنيسة اللي كان فيها في نيو مكسيكو. وحسب ما تم تداوله إعلاميا، فممثل الدعاء العام الأمريكي جون أندرسون أكد في بيان حول هذه العقوبة والمحاكمة أنه ما كاينش أفعال كثيرة أبشع وأخطر من الاعتداء الجنسي الطويل المدى على طفل، والحكم اللي صدر اليوم كيحمل القس مسؤولية سلوكه المؤسف. طبعا واللي دار الدم كيستاهل العقوبة. واحد من الضحايا ديالو قال باللي كان كيجيب ليه الهدايا وكيغريه بالرحلات قبل ما يعتدي عليه جنسيا، والمحكمة تابعت هذا القس بالاعتداء الجنسي الجسيم والاعتداء الجنسي على قاصر، وتهمته باللي كان كيتحرش بشكل متكرر بزاف الأطفال طيله أكثر من 30 عام كان فيها قس في نيو مكسيكي ورونالد آيلاند. عرفتوا علاش جبت لكم هذه القصة والعقاب اللي نالو هذا القس؟ جبتو باش نقارن لكم بين هذا الحكم وش اللي كيوقع عندنا، خاصة في ظل الارتفاع المخيف لحوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار وحتى الرضع أحيانا، وأحيانا من طرف الأقارب ومنهم الآباء والإخوان والأخوال والأعمام. الحالات كثيرة وبزاف، ولا ما صدقتوش تمشيو لأي محكمة وتحضروا جلسة غرف الجنايات بمختلف المحاكم وفي أي مدينة. عدة ملفات لهتك العرض بالعنف وبدونه والتغرير بقصر وغيرها من التهم الجنائية المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. عدة ملفات تعرض يوميا وفي مختلف الجلسات، حتى أن طالما نجد جلسة لا يوجد فيها ملف متعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال. لكن العقوبة على مثل هذه الأفعال اللي تزادت وكتزاد يوم بعد يوم حتى وصلت لحد الظاهرة المرضية، العقوبة كما قلت ناقصة شوية إن لم نقل بزاف. كاين البيدوفيل اللي تدام 8 سنين والغالب يبقى أقل من 5 سنين، وهذا الشيء ربما ما يحققش الرعد العام المتوخى عقابا لمثل هذه الجرائم، وهذا الشيء اللي نتمناو تدركوه في القانون.